يبقى احنا هندسه كده نكمل مع بعض الجزء الثاني من الانفلونس لاين اوف بيم. احنا خلصنا المره اللي فاتت انفلونس لاين اوف سيمبل بيم واز ايه، واز وان كانتليفر ودبل كانتليفر، وبدانا نتكلم عن حاجه اسمها الشايل والمتشال، وبدانا نستخدم الحاجات اللي احنا خدناها في البدايه اللي هو الانفلونس لاين بتاع السيمبل بيم والكانتليفر، وقدرنا نفرق الايه القطاعات عن بعض. يعني هناخد مع بعض دلوقتي حاجه جديده وهي ايه الكومباوند بيم، تمام، اللي هي القمره اللي فيها انترميديت هنج. يبقى في البدايه خالص كده لازم اكون عارف كويس جدا ايه القمرات الشايله والمتشاله، خلاص. هو بيعرفك دلوقتي يعني ايه هي كومباوند بيم، عباره عن مكون من اكتر من قمره وما بينها انترميديت هنج. يبقى لازم اعرف افصل. طب افصل ازاي هندسه؟ عندي ملحوظه مهمه جدا ان القمره الرئيسيه هي عباره عن لا اما سيمبل بيم زي ما انا شايف كده، لا اما كانتليفر. طب بعرفها ازاي؟ بيبقى عندي عدد 3 رياكشنات زي ما انا شايف كده، الهنج عليها 2 والسيمبل بيم عليها ايه؟ عليها رياكشن واحد. طب في الكانتليفر عندي 2 رياكشن، واحد افق واحد راسي والمومنت. يبقى القمره الرئيسيه هندسه او القمره اللي هي اللي شايله بيبقى ليها كام؟ 3 ردود افعال، خلاص. وبيبقى السبورتس بتاعتها واضحه، يعني محدش يقول لي مثلا ايه ما ديت هنج هندسه، لا دي مش هنج، دي انترميديت هنج. ولذلك بالنسبه لي، بالنسبه للمثال الاولاني، دي القمره اللي هي الايه اللي شايله ودي القمره الايه اللي متشاله. اما اجي افصل هيظهر لي الشكل اللي قدامي ده كده، الجزء اللي اسمه بي سي ده عباره عن قمره سمبل بيم متشاله او قمره ثانويه، لكن ديت القمره الايه الرئيسيه. طب لو انا عندي مثلا الشكل اللي قدامي، انا هشوف كده ناس بتتكلم معايا تقول لي يا باشمهندس ده الجزء الرئيسي او الجزء الشايل، وديت القمره الايه المتشاله، تمام، وديت عند الفصل بقى الشكل ده بتاع القمره المتشاله ودي القمره الايه اللي شايله. يبقى بعد كده عندي مثال رقم 3، حاجه بالشكل اللي قدامي ده كده. يبقى الناس ما تتخدعش، يبقى المفروض مين القمره اللي شايله او الحاجه اللي شايله الدنيا دي كلها؟ هي الكانتليفر او المسافه دي او قمره رقم ايه؟ رقم 1 زي ما انا شايف. القمره رقم 2 لو انا اخدت بالي هي عباره عن قمره ثانويه بالنسبه للقمره الرئيسيه اللي اسمها 1، يبقى القمره ديت بالنسبه لها ايه؟ ايه ثانويه. طب بالنسبة للقمرة رقم 3 هي عبارة عن قمرة ثانوية بالنسبة لمين؟ للقمرة رقم 2. يعني القمرة رقم 2 مالها؟ الرئيسية بتاعتها، تمام. ولذلك الحمل هيتنقل زي ما انا شايف، لو انا عندي مثلا حمل هنا هيتنقل للقمرة ديت، بعد كده بيتنقل لمين؟ للقمرة الرئيسية بتاعتهم كلهم. يبقى هندسة لو انا جيت فصلت هلاقي دي بالنسبة لي قمرة ثانوية رقم 1 ودي قمرة ثانوية رقم 2 بالنسبة لمين؟ الرئيسية دي، خلاص. يبقى الناس بس تكون فاهمة كويس الترتيبة دي، تمام. يبقى ده تمام، ده متشال على قمر رقم 2 والقمر رقم 2 متشال على القمر رقم ايه؟ رقم 1. طب بالنسبة للمثال ده، والمثال ده بيلخبط الناس، لو انا اخدت بالي هلاقي انا عندي هنا قمرة رئيسية. ليه قمرة رئيسية؟ لان عندي 3 رياكشنات قمرة سيمبل بيم. طب هنا هاجي ابص هندسة هلاقي زي ما انا شايف كده فيكسد، فدي قمرة رئيسية ودي قمرة رئيسية. طب الثانوية بتاعتهم منين؟ القمرة السيمبل اللي في النص دي. يبقى القمرة السيمبل ديت هترتكز او هتأدي لرد فعل موجود هنا وهتأدي لرد فعل موجود هنا. يبقى القمرة الرئيسية زي ما انا شايف مالها هندسة؟ زي ما انا شايف القمرة الثانوية ديت متشالة على القمرتين الرئيسيتين دول، تمام. يبقى زي ما انا شايف كده ايه قدرت افصل وقدرت افهم امثله مختلفه في موضوع الايه الفصل. طب بص يا هندسه بقى، عندي في الكومباوند شويه ملحوظات عامه، والملحوظه ديت احنا فعلا عدينا عليها في الامثله بتاعه سيمبل بيموس كانتليفر. اما يبقى عندي جزء ثانوي، الجزء الثانوي اي حاجه خاصه بالجزء الثانوي مالها؟ لا تمتد في الرئيسي. يبقى اي حاجه خاصه بالجزء الثانوي سواء رد فعل او سترينج اكشن لا تمتد في مين؟ في الجزء الرئيسي. لكن العكس صحيح، ان لما يكون عندي اي حاجه موجوده في الجزء الرئيسي بتمتد في الثانوي، تمام. يبقى انا بالنسبه لي مثال زي ده كده، ديت الجزء الرئيسي وده الجزء مين؟ الثانوي. يبقى انا لو انا قلت مثلا الواي ايه اللي هي الواي عند نقطه الايه، طبعا دي بالنسبه لي كانت ليفر، يبقى الشغل بتاع الرياكشن بتاع كانت ليفر كنا بنقول له عباره عن ايه؟ مستطيل ثابت كده. طب انا هعمل ايه؟ همتد لحد اوصل بالصفر عند الركيزه، عند اقرب ايه؟ عند اقرب ركيزه. يبقى ده الشكل بتاعي. طب بالنسبة لي الواي بي، الواي بي هو عبارة عن مثلث بالشكل ده كده وبيقف لحد الصفر هنا، كأن دي بالظبط كاميرا ايه سيمبل بيم، ودي أول مثال كان موجود معانا أهو، كأن بالظبط دي كاميرا سيمبل بيم بالشكل ده كده. برسم هنا الواحد وهنا ايه بقول صفر، بس يا هندسة خلي بالك ما بيمتدش، خلاص لا يمتد. ليه هندسة؟ لأن لو حطيت 1 طن هنا هيطلع لي القيمة للواي ايه، خلاص، ولذلك امتد. لكن لو انا حطيت ال1 طن موجود هنا، تعال نرسمها عند الفصل اهي، لو انا حطيت ال1 طن موجود على القمرة الرئيسية
هل هيطلع لي الاكشن هنا؟ لا يا هندسه مش هيطلع لي الاكشن. ولذلك انا ايه بقول ان الجزء ده بالنسبه للكاميرا السنويه بيساوي ايه؟ بيساوي صفر. يبقى تعالى نرجع تاني لمثال، تمام، او لتاني ملاحظه معانا. يبقى الملاحظه الاولانيه ان الامتداد بيكون في الكاميرات الرئيسيه فقط. طب انا عندي الكاميرا السنويه بتقول لي ايه؟ بتقول لي انا على حسب القطاع بتاعي موجود في كاميرا رئيسيه او سنويه ببدا ارسمه. يعني مثلا قطاع بالشكل ده موجود على كاميرا ايه؟ رئيسيه، نفس المثال اللي فات بالظبط، موجود على كاميرا رئيسيه. يبقى القطاع ام ده هرسمه عادي خالص كانه قطاع في كانتليفر اهو، تمام، وارسمه عادي خالص اهوت المستطيل بتاعي العادي، واعمل ايه هندسه؟ امد في مين؟ امد في الجزء بتاع الكاميرا اللي هي المتشاله. خلاص يبقى ده الشكل بتاعه اهو، لكن الجزء اللي قبله كان بصفر. خلاص احنا فاهمين بقى ان الكانتليفر القطاع عليه بيبقى عامل ازاي. طب بالنسبه للقطاع اللي اسمه ان، يبقى القطاع اللي اسمه ان يا هندسه موجود على كاميرا متشاله سيمبل بيم، يبقى هو عباره عن كاميرا متشاله سيمبل بيم. يبقى هرسم الشير بتاعه يا هندسه نفس الشير بتاع السيمبل بيم العادي اللي احنا كنا بنقول الركيزه اللي على الشمال بترسم لها الانفلونس لاين بتاعها بنفس الاشاره، واللي موجود على اليمين بترسم لها بعكس الاشاره، وبتعمل ايه؟ بتنزل قصاد القطاع بتشد الخط بتاعك، وبعد كده بتوصل للركيزه، وبعد كده بتوصل للركيزه، ولاحظ ان الرقم ده او الجزء ده ما امتدش فين؟ ما امتدش في الرئيسي. خلاص يبقى ديت اول ملاحظه، ودي تاني ملاحظه. يبقى الملاحظه الاولى كانت على موضوع الرياكشنات زي ما انا شايف اهو، والملاحظه التانيه كانت على موضوع مين؟ القطاعات. طب بعد كده هندسه في عندي ملاحظه برضو، وديت اللي احنا قلناها في المثال او في الجزء اللي فات، الجزء اللي هو كان خاص بالسيمبل بي موس كانتليفر. كنا بنقول لو انا عندي الكاميرا بقى بتاعتي اللي هي العاديه خالص ديت، انا مديت لها جزء كانتليفر هنا، الكانتليفر ده هيبقى ثانوي بالنسبه للكاميرا السيمبل بيم. يعني انت متخيل ان هو اصلا ثانوي بالنسبه للكاميرا السيمبل بيم، ولذلك انا مش همد. يعني هو ثانوي بالنسبه للكاميرا السيمبل بيم، انا مش همد في السيمبل بيم. يبقى الثلاث ملاحظات دول تخليهم زي عينك وانت بتحل المساله الكومباوند، مش هتغلط عمرك. خلاص يبقى الثلاث ملاحظات بالنسبه للاكشن، بالنسبه للشير او القطاعات عموما يعني، وبالنسبه لمين؟ وبالنسبه للكانتليفر اللي موجود على كاميرا. يبقى هناخد مع بعض اول مثال كده ببساطه خالص اهو. عندي المثال ده عباره عن كاميرا بالشكل ده، خلاص الناس فهمت يعني ايه شايل ومتشال. الشايل هيبقى بالنسبه لي هو مين؟ الجزء الفيكسد ده، والكاميرا المتشاله هي مين؟ هي الكاميرا السيمبل بيم اللي اسمها بي سي دي. يبقى هندسه هتعمل ايه؟ هنقول كاني مش شايف الجزء خالص اللي هو المتشال ده اهو، كاني مش شايفه خالص وانا بشتغل على الكاميرا دي. يبقى انا هجيب ردود الافعال، عندي كام رد فعل؟ عندي الواي اي والام اي، وعندي كمان مين؟ وعندي كمان الواي سي. يبقى انا هندسه بالنسبه للكاميرا اللي هي الرئيسيه عندي كام رياكشن الاثنين دول؟ يبقى انا وانا برسمهم اهو كاني مش شايف مين الجزء ده، فانا رسمت فيكسد عادي خالص اهو، تمام، مستطيل، ورجعت مديت. طب بالنسبه للعزم اهو يا هندسه كاني رسم الجزء ده عادي خالص اهو، مش اي مشكله، طلع لي قيمه العزم ده بيساوي 5، لان ذراع العزم بتاعي بيساوي ايه؟ 5. ورحت مديت في مين؟ في الثانوي. طب بالنسبه بقى للجزء اللي هو بتاع الكاميرا المتشال اللي اسمها بي سي ديت، لما اروح اجيب الرياكشن اللي اسمه واي سي هيبقى زي كاميرا سيمبل بيم عاديه خالص اهو. انت هتعمل ايه هندسه؟ هتحط الواحد طن هنا، هيطلع لك قيمه الواي سي بتساوي 1، وبالتالي انت رسمت اول قيمه بالنسبه لك 1. هتحط الواحد طن عند نقطه البي هتساوي واي سي بتساوي 0، ووصلت الاثنين ببعض وما مدتش. خلاص احنا عرفنا ما مديناش ليه، لان الكاميرا ديت بالنسبه لي مالها ثانويه بالنسبه للرئيسيه. يبقى انا كده طلعت الرياكشنات اللي موجوده مين؟ على الشكل اللي قدامي. طب انا دلوقتي عندي قطاعين، قطاع موجود على الكانتليفر اللي هي بالنسبه لي الكاميرا الرئيسيه، وقطاع موجود فين؟ على الكاميرا الثانوية. طب بالنسبة لسيكشن ام زي ما انا شايف اهو، كأني برضو مش شايف ده، قطاع في كانتليفر عادي، بعمل ايه؟ بروح هندسة برسم المستطيل بتاعي خالص اهو عادي. يبقى انا ده اللي انا عملته في الاول، تمام. طب بالنسبة للام هروح ارسم هندسة المثلث بتاعي عادي اللي هو قيمته 2. ليه 2 يا هندسة؟ لان احنا قلنا عندي ذراع العزم بتاعي بيساوي 2، يبقى انا رسمت برضو الجزء بتاع الاثنين. طب انا القطاع اللي اسمه ام ده كان موجود على كانتليفر رئيسي ولا ثانوي؟ لا رئيسي، يبقى هيمتد اهو عند الصفر، هيمتد عند ايه؟ عند الصفر. خلاص اللي هو بالنسبه لي ايه؟ الركيزه اللي اسمها سي. يبقى انا كده خلصت القطاع اللي اسمه ام. طب تعالى نشوف القطاع اللي اسمه ان. القطاع اللي اسمه ان هو عباره عن قطاع موجود على كاميرا سيمبل بيم متشاله. يبقى انا هعمل ايه هندسه؟ هنشتغل الشغل العادي خالص اهو، تمام، دوتد، وهرسم دي كده دوتد، وهنزل قصاد الان عادي اهو، وبعد كده بطلع.
طب هل هيمتد من عند النقطة ديت؟ مش هيمتد. ليه؟ لأن القطاع موجود على كاميرا ثانوي، يبقى ده الشكل بتاعه تمام. القيم بتاعتي بنص ونص، مفيش أي مشكلة خالص. طب بالنسبة للمومنت هندسة، ده كاميرا سيمبل عادية خالص، قيمة العزم بتاعها أو شكل العزم عامل كده، والقيمة بتاعته عبارة عن بي في ايه، في بي على ال ال، وهنعوض بالشكل اللي قدامي ده، يطلع لي القيمة بتساوي ايه؟ بتساوي واحد، ولا يمتد لأنه على كاميرا، لأن القطاع اللي اسمه ان على كاميرا ايه؟ على كاميرا ثانوي تمام. يبقى ده اول مثال معايا في الكومباوند. خلاص انا اهم حاجة عندي ان انا اقدر افصل واعرف مين الرئيسي من مين، مين الثانوي. يبقى المثال بالنسبة لنا كده هندسة كان مثال سهل خالص، وخدنا ايه؟ عبارة عن قطاع موجود على الكاميرا الرئيسية وقطاع موجود على الكاميرا الثانوي. ناخد المثال التاني، هيكون يعني ايه في فكرة شوية عن الاولاني، هو الشكل اللي قدامي ده. خلاص انا زي ما انا قلت اهو، حددت انا عندي 3 رياكشنات صريحه، اللي هم دول اللي موجوده عند نقطه A موجود رياكشنين، موجود عند نقطه B رياكشن واحد، ولذلك انا قلت هي ديت الكاميرا الرئيسيه بالنسبه لي وفصلتها بالشكل ده. طب الكاميرا الثانيه ديت عباره عن كاميرا سيمبل بيم وان كانتليفر، هما الاثنين سيمبل بيم وان كانتليفر، لكن ديت رئيسيه وديت ايه؟ ثانوي. خلاص يبقى هندسه انا كده ايه، قدرت احدد الايه، الكاميرا الشايله والمتشاله. يبقى هندسه نروح نرسم الرياكشن. بالنسبه للرياكشنات اللي موجود عندي، في عندي واي اي وعندي واي بي وعندي مين واي سي. يبقى هناخد الرياكشنات اللي موجوده على الكاميرا الرئيسيه الاول. بالنسبه للواي اي، كاني زي ما انا قلت هندسه مانيش شايف الكاميرا الثانويه خالص، اهو كان الجزء ده بالنسبه لي اهو مش شايفه، اهو الجزء اللي هو موجود عندي في الرياكشنين دول كان ده مش شايفه. هرسم رياكشن موجود على كاميرا عاديه خالص زي اللي احنا خدناه في بارت 1 تمام، اللي هو ايه، كاميرا وز وان كانتليفر اهي. ده شكل الايه، شكل الايه، العزوم بتاعتي اهو، او شكل، اسف، الرياكشن بتاعتي اهي عادي خالص. وده شكل الرياكشن اللي هو بتاع الواي بي. هتلاقي الشكلين دول بالظبط هما اللي موجودين عندي دلوقتي في مين، في الكاميرا بتاعتي او في المثال بتاعي. يبقى يا هندسه اهو، اول حاجه معايا خالص ده الشكل الاولاني اهو، حطيت الواحد طن عند الواي ايه طلع لي القيمه بواحد، حطيته عند الواي بي طلع لي قيمه الواي ايه بتساوي صفر، وصلت ما بينهم ومديت خلاص. وانا عارف انا مديت ليه، لان الكنتليفر ده ثانوي بالنسبه للكاميرا الرئيسيه، او بالنسبه للسيمبل بيم، او بالنسبه للجزء اللي موجود ما بين الايه، الراكستين، فمديت خلاص. هعمل نفس الكلام في مين؟ هعمل نفس الكلام بالنسبه للواي بي، وهيطلع لي الشكل بتاعي كده. طب انا يا هندسه خلاص احنا فهمنا اللعبه ماشيه ازاي، دي كاميرا رئيسيه ورسمت لها الواي اي والواي بي، همد ولا مش همد؟ لا همد يا هندسه. ليه؟ لان الكاميرا الثانيه ثانويه. طب بالنسبه لديت همد هندسه بالشكل ده. يبقى انا كده رسمت الانفلونس لاين بتاع مين؟ بتاع الواي اي والواي بي. طب بالنسبه يا هندسه للانفلونس لاين بتاع الواي سي، لا الواي سي دي عباره عن كاميرا عاديه خالص سيمبل بيم، لكنها مالها اي، هرسمها عادي خالص اهو، هحط الواحد طن هنا واوصل وامد على الكانتليفر ده خلاص. يبقى ده الشكل بتاعه. طب هل هو يمتد في الكاميرا الرئيسيه؟ لا مش هيمتد. يبقى ده الشكل بتاع التلات الرياكشنات اللي موجود عندي في المثال. عندي كام قطاع يا هندسه؟ عندي قطاع اسمه ان، القطاع اللي اسمه ان ده موجود جوه الكاميرا الرئيسيه خلاص. يبقى هيترسم كانه قطاع في سيمبل بيم عادي خالص، ويمتد فين؟ يمتد على طول بقيه الكاميرا، لانه موجود في الايه، في الشكل، او موجود في الجزء بتاع الكاميرا الرئيسيه. طب القطاع اللي اسمه ان ده موجود كانتليفر على مين؟ على الكاميرا الرئيسيه، وبالتالي هندسة مش هيمتد في الجزء ده، لكن هيمتد فين؟ هيمتد في الجزء اللي موجود على اليمين خلاص تمام. يبقى كده الدنيا واضحة. طب نخش على قطاع اسمه ال. يبقى القطاع اللي اسمه ال ده هيبقى موجود على الكاميرا الثانوية، هيحصل فيه ايه؟ هيمتد في الجزء اللي هو ده، لكن ملوش دعوة خالص بمين؟ بالكاميرا الرئيسية. طب القطاع اللي اسمه اس، القطاع اللي اسمه اس ده مش هيمتد الا فين؟ على الجزء اليمين اللي انا رسمه ده. يبقى انا كده قدرت احدد من اشكال القطاعات مين اللي هيمتد من مين، ايه مش هيمتد. تاني حاجه، شكل الرسمه نفسها بتاعت كل قطاع على حسب هو موجود فين. يعني انا دلوقتي بالنسبه لي قطاع ان موجود في كاميرا سيمبل بيم بالشكل ده، يبقى انا كاني برضه هندسه اهو، هشتغل بس على الجزء ده اهو عادي خالص. هقول ان انا هرسم الواي ايه تمام بالشكل بتاعه تمام كاملا اهو، وبعد كده برسم سالب واي بي بالشكل اللي قدامي ده، وبنزل بخط رأسي بوصل تمام بالصفر الاولاني، او باول ركيزة معايا اللي هي الركيزة دي تمام. يعني انا عملت ايه؟ خلاص وصلت النقطة ديت، وصلت بالركيزة ديت ومديت،
ورجعت تاني قمت موصل بالركيزة التانية دي ومديت خلاص، يبقى انا كل لما اقابل ركيزة بكسر عندها وبوصل ايه بالصفر، يبقى ده الشكل اللي هو اللي قدامي كده هندسة خلاص. يبقى كده ما عنديش ايه اي مشكلة خالص. يبقى الجزء التاني هو عبارة عن سالب واي بي، يبقى ده الشكل بتاع الرسمة بتاعتي زي ما انا شايف خلاص. طب بالنسبة للمومنت، المومنت هندسة ببساطة هرسم الشكل بتاع الكاميرا السيمبل بيم ومدي في الكنتليفر بتاعة الكاميرا الرئيسية، وبعد كده بوصل عند الصفر بتاع مين، عند الصفر بتاع الكاميرا الثانوية اللي هو بالنسبة لي الركيزة، وبمد وبطلع القيم بالتشابه خلاص. يبقى هندسة بطلع الايه القيم بالتشابه. طب بعد كده يبقى انا كده خلصت اول قطاع اللي هو بالنسبة لي مين، بتاع الان. طب بالنسبة للام يا هندسة، بالنسبة للام يبقى انا زي ما انا قلت كده هيمتد في الجنب ده كله، مش هيمتد في مين، في الجنب الشمال. طب هو قطاع موجود فين؟ موجود على كانتليفر، يبقى ده الشكل بتاعه العادي خالص اهو. وبعد كده من عند النقطة ديت مديت للركيزة وطلعت القيم، لكن الشكل بتاع المومنت كان عامل كده ومديت فين، في الكاميرا اللي هي الثانوية. يبقى انا كده رسمت القطاع اللي اسمه ام. طب بالنسبة للقطاع اللي اسمه ال، القطاع اللي اسمه ال يا هندسة مش هيمتد في الجزء ده بتاتا، لكن هيترسم عادي خالص كانها كاميرا سيمبل بيم وز ايه وز كانتليفر خلاص. يبقى انا هرسم الشغل العادي خالص بتاعه تمام. قطاع موجود في ما بين ركيزتين في كاميرا سيمبل بيم وز كانتليفر، وهرسم المومنت بتاعه بالشكل ده خلاص. طب بالنسبة للقطاع اللي اسمه اس هندسة، ده القطاع الغلبان فيهم، هو ده القطاع اللي مش هيمتد في أي حاجة خالص في الجزء ده. لأ إيه؟ لأن هو أصلا ثانوي بالنسبة للكاميرا الثانوية تمام. يبقى زي ما انا شايف ده الشكل بتاع الهندسه، وده الشكل الايه التاني. يبقى انا كده قدرت ارسم الكيو اس. يبقى انا يا هندسه بالمثال اللي انا طرحته من شويه ده كان مثال، يعني بدات افهم شويه القطاعات واماكنها، وبدات افصل الكاميرا، وبدات افهم الدنيا ماشيه ازاي. طب مثال رقم ثلاثة هيكون اصعب شويه او في فكره. اولا يا هندسه عايز احدد الكاميرات الرئيسيه من الثانويه، الجزء ده هيبقى رئيسي لان في ثلاث اكشنات. الجزء ده هيبقى رئيسي، هيبقى فيه ثلاث رياكشنات، والجزء ده هيبقى عباره عن كاميرا متشاله على الاثنين دول خلاص. يبقى انا ده الشكل بتاعي عند رئيسي واحد، والكاميرا التانيه ديت رئيسي اتنين اللي هي الكانتليفر، وهبدا ارسم الشغل بتاعي. يبقى انا لو انا بتكلم على اي حاجه موجوده على الجزء بتاع الكاميرا الرئيسيه اتنين دي، يبقى هيمتد فين؟ هيمتد اخره لحد الكاميرا الثانويه دي. هو حد يفتكر ان هو هيمتد فين؟ في الجزء بتاع الكاميرا الرئيسيه التانيه. ليه؟ لان احنا بنقول ان كل كاميرا رئيسيه من ديت مختصه بشؤونها، بتبدا تسحب الرياكشنات بتاعتي خلاص. يعني لو الواحد طن اتوجد هنا خلاص كل سنه وانت طيب، مش هياثر في مين، في الكاميرا الرئيسيه التانيه خلاص. يبقى هندسه نرجع تاني لمرجعنا، يبقى هنقول الكاميرا ديت كاني مش شايفها خالص، وانا شغال على الواي اي والمومنت اللي اسمه ايه. مش احنا هنا عندنا رياكشنين، اتنين رياكشن، وعندي هنا اتنين رياكشن. يبقى انا وانا شغال في الرياكشن بتاع الكاميرات اللي هي الرئيسيه رقم اتنين دي، يبقى انا هعمل ايه، همد في الجزء ده فقط، ماليش دعوه بالجزء التاني. يبقى انا هشتغل عادي الكانتليفر اهو، وبعد كده رجعت مديت في مين، في الثانوي. طب هنا هندسه نفس الكلام، ورجعت مديت في مين، في الثانوي. طب بالنسبه للكاميرا الرئيسيه هنقول الواي سي بتاعتها كانها كاميرا سيمبل بي موز دبل كانتليفر، اللي هو الشغل العادي بتاعنا خالص. وهيمتد فين؟ هيمتد في الجزء ده، نفس الكلام بالظبط يا هندسه، احنا ملناش دعوه بالجزء بتاع الكاميرا الرئيسيه التانية. يبقى هندسه هترسم الرسمه بتاعت واي سي عادي خالص اهو، ده الجزء بتاعه اهو، ده الايه المثلث اللي هو اصل الرسمه بتاع السيمبل بيم، مديت من هنا ومديت من هنا. يبقى انت كده خلصت الكاميرا مين، الرئيسيه رقم واحد، ورجعت نزلت في مين، في الكاميرا الثانويه. يبقى نفس الكلام يا هندسه هيحصل في الواي دي، رسمت الشكل بتاعك العادي اللي هو المثلث، اللي هو كان المثلث بتاع صفر وواحد ده العادي، بعد كده مديت كانها كاميرا سيمبل بيموس دبل كانتليفر، والكاميرا دي كلها كان اسمها كاميرا رئيسيه واحد، رجعت عملت ايه، مديت في الثانويه ووقفت، ما ينفعش ان انت تخش على الرئيسيه التانيه. يبقى انا كده طلعت الانفلونس لاين للرياكشنز. يبقى هندسه نخش مع بعض على قطاع جديد، او اول قطاع موجود معانا هو قطاع على الكاميرا الرئيسيه رقم 2، وهو اسمه قطاع ان. يبقى قطاع ان هندسه هيشتغل فين؟ هيشتغل على الجزئيه ديت فقط. طب ليه هيشتغل على الجزئيه دي فقط؟ لان هو كان اصلا عباره عن قطاع موجود على فيكسد، واحنا فاهمين القطاع اللي على الفيكسد المسافه اللي هي ما بين القطاع والفيكسد القيمه دي على طول بايه، بصفر، سواء في الشيء او في المومنت، ولذلك انا مش هرسم الا في الجزء ده. طب انا اصلا الجزء الباقي او الكاميرا اللي بعد كده هي كاميرا ثانويه، لذلك انا همتد في مين، في الكاميرا الثانويه، لكن انا عمري ما هقرب من الجزء اللي هو الثاني ده اللي هو بتاع الكاميرا مين، الرئيسيه رقم واحد. يبقى هندسه هنيجي نبص هنلاقي ده شكل
المومنت عادي اهو، او شكل الشير قصدي اسف اهو، مستطيل عادي، وبعد كده مديت في الكاميرا الثانويه المومنت هيبقى بالشكل ده كده بتاع الكانتليفر العادي اللي هو عباره عن مثلث، كنت عباره عن واحد في الذراع العزم بتاعه اللي هو باتنين، وبعد كده مديت فين؟ مديت هنا. القيمه ديت زي ما احنا قلنا ايه؟ دي بصفر خلاص. يبقى كده احنا رسمنا الحاجه اللي هي خاصه بقطاع رقم واحد. طب بالنسبه لقطاع رقم ام، او اللي هو القطاع اللي اسمه ام ده، القطاع اللي اسمه ام نركز جدا جدا موجود على القمره الثانويه فقط، ولذلك لا يمتد في الرئيسيه 2 ولا في الرئيسيه ايه؟ في الرئيسيه 1. يبقى انا هرسمه كانها قمره سيمبل بيم عادي خالص، والجزء اللي على اليمين ده بصفر، والجزء اللي على الشمال ده بصفر، سواء في الايه؟ في الشير او في المومنت زي ما انا شايف. يبقى انا هرسم قطاع موجود على سيمبل بيم عادي عباره عن مثلثين مقلوبين بالشكل ده، والمثلث اللي هو بتاع المومنت العادي عباره عن البي في الاي في البي على ال، يطلع لي القيمه ديت بواحد وربع. خلاص كده الناس فاهمه ليه؟ لان القطاع ده كان موجود في كاميرا ثانويه، لا هيمتد على اليمين ولا هيمتد على الشمال. يبقى نركز بعد كده في القطاع اللي اسمه اللي اسمه كي. يبقى القطاع اللي اسمه كي ده نركز كده يا هندسه، موجود فين؟ موجود على الكاميرا الرئيسيه، وبالتالي هو كانه قطاع موجود على الكنتليفر. يبقى انا هشتغل على المسافه دي فقط. يبقى انا هشتغل فين؟ على المسافه ديت فقط، لانه هو موجود على قطاع موجود على الكنتليفر في الكاميرا الرئيسيه رقم واحد، ولذلك انا هشتغل على ايه؟ على المسافه ديت ايه؟ المسافه ديت ايه فقط. يبقى انا هرسم كان ده بالظبط كنتليفر هنا كده. هرسم ايه هندسه؟ هرسم الشكل بتاع المثلث بالنسبه للشير، اسف، الشكل بتاع المثلث بالنسبه للشير، وامد كده. طب بالنسبه للمومنت هندسه، بالنسبه للمومنت هرسم شكل مثلث بالشكل كده اللي هو ده، وبعد كده بمد فين؟ بمد هنا. يبقى ده الشكل بتاعه اهو، ده القطاع اللي اسمه كي خلاص، وديت القيم بتاعته. هنا ذراع العزم بتاعي كان 2، ولذلك القيمه ديت ب2. طب القطاع اللي اسمه اس، نجيب الاس الاول. القطاع اللي اسمه اس كان موجود على يمين القمره الرئيسيه رقم واحد، ولذلك يا هندسه انا مش هشتغل على الجزئيه دي، يعني بقيه القمره دي كلها مفيش حاجه تمتد فيها. يبقى انا عندي شكل مستطيل عادي، وعندي ايه؟ مثلث خلاص. واحنا فهمنا ليه؟ لان احنا لو حطينا 1 طن هنا ايه اللي هيحصل؟ القطاع اللي اسمه اس ده مش هيتأثر. لو حطينا 1 طن على الكاميرا حتى الثانوية، القطاع اللي اسمه اس برضه مش هيتأثر، لان في جزء هيروح للكاميرا الرئيسية رقم 2، وفي جزء هيروح للكاميرا الرئيسية رقم 1، والقطاع اللي اسمه اس مش هيتأثر خلاص. يبقى انا كده رسمت الشير والمومنت القطاع اللي اسمه اس. يبقى خد بالي جدا من الجزئية ديت يا هندسة. طب بالنسبة للقطاع اللي اسمه ال، يبقى القطاع اللي اسمه ال ماله؟ قطاع موجود على كاميرا سيمبل بيموس دبل كانتليفر بالشكل اللي قدامي ده كده، وكانت الكاميرا ديت في موقعها في الكاميرا الكومبايند مالها الكاميرا الرئيسية، وبالتالي انا هرسم في المسافة دي كلها خلاص. يبقى انا هرسم فين؟ في المسافة دي كلها اللي هي بالشكل ده خلاص. يبقى انا هعمل ايه؟ ده قطاع موجود في سيمبل بيم وذ دبل كانتليفر، موجود ما بين الركستين زي ما انا شايف. يبقى انا هعمل ايه هندسة؟ هرسم كده بالشكل ده خلاص، وارجع امد هنا واقف عند الكانتليفر اللي هي دي، وارجع اكسر فين؟ وارجع اكسر عند نقطة البي، ومش همتد في الجزء ده خالص. يبقى هندسة ده الشكل بتاعي اهو خلاص. انا بدأت افهم الدنيا ماشية ازاي، بدأت اتخيل الشكل بدون ما احط ولا قيمة واحدة خلاص. وطبعا القيم اللي هي قدامي دي كلها قيم بالايه؟ بالتشابه، يعني ده القيمة دي بنص والقيمة دي بنص. ليه؟ لان الحمل كان موجود فين، او القطاع كان مركزه فين؟ في المنتصف، منتصف المسافة اللي هي التمانية دي خلاص. وبعد كده بمد من هنا وبمد من هنا، يطلع لي القيمه ديت بتلتين، والقيمه ديت بكام؟ بحوالي 16 من 100 او 17 من 100. يبقى انا كده رسمت مين؟ رسمت الشكل بتاع المومنت. طب بالنسبه لي اسف، الشكل بتاع الشير. طب بالنسبه للجزء بتاع المومنت، يبقى هندسه ده قطاع كده هتقوم انت راسم كانه كان لكامر سيمبل بيم عادي، وتمد في الثانويه بتاعته، وتمد في الثانويه بتاعته، واللي هما الاثنين كانتليفر موجودين على اليمين وعلى الشمال. وبالنسبه للكاميرا الرئيسيه ديت الثانويه بتاعتها كانت ديت، ولذلك بمد كده. يبقى انا كده رسمت الشكل بتاع مين؟ بتاع المومنت بالشكل اللي قدامي ده، والقيمه بتاعته عباره عن البي في الاي في الـ على ال، هيطلع لي القيمه، وبعد كده بالتشابه بجيب ايه؟ بقيه القيم. يبقى هندسه ده كان الجزء رقم 5 معايا، وهو عباره عن انفلونس لاين لمين؟ للكومباوند بي خلاص. كده الناس اظن فهمت الجزئيه ديت وهضمتها كويس جدا. يبقى كده يا هندسه احنا قدرنا ايه؟ قدرنا نحدد او ناخد الدرس اللي هو رقم 5 اللي هو الايه؟ كومبايند بيم ويز ايه؟ ويز انترميديت هنج. يبقى ده كان الجزء رقم كام؟ جزء رقم 5. الجزء السادس هندسه هو ما كانش مكتوب هنا، هو ابلكيشن على الانفلونس لاين بتاع البيم. يبقى زي ما انا شايف كده معايا، يبقى زي ما انا شايف كده معايا هندسه الايه؟ الابلكيشن على الموضوع بتاع الانفلونس لاين اوف بيم. عندي اتنين ابلكيشن، اول حاجه اللودد بيم اللي انا لما احمل الكاميرا
وعند الحاجة التانية قيمة الماكس والميني ايه بتاع الكاميرا. يبقى هندسة عندي أول حاجة موضوع الايه اللودد بيم، أو عند تحميل الايه الكاميرات. يبقى أنا عندي لو كاميرا محملة بالشكل ده كده، ازاي أجيب البارامتر اللي هو عايزه؟ يبقى أولا هندسة، لو هو مثلا عايز الواي ايه، دي كاميرا سيمبل بيم ويز ايه ويز دبل كانتليفر، يبقى أنا هرسم المثلث العادي خلاص مفيش مشكلة، الواحد والصفر. بعد كده هندسة بتمد من هنا وبتمد من هنا، لأن ده بالنسبة لك ايه، بالنسبة لك الاتنين الدبل كانتليفر دومت ايه حاجات ثانوية على الكاميرا الرئيسية بالنسبة لي اللي هي اللي شايلة ده خلاص. يبقى بعد كده هندسة مثلا أنا عايز البارامتر التاني اللي هو الكيو ام، لو أنا عندي قطاع اسمه ام موجود في المنتصف هنا خلاص احنا زهقنا من القصة ديت. أنا لو كان عندي الكاميرا بس شكلها عامل كده كنت همد الواي ايه اللي هو السبورت اللي على الشمال، وأجيب السبورت اللي على اليمين وأعكسه خلاص، وأوصل الكلام ده او عند القطاع بنزل رأسي، وبعد كده بوصل بالركيزة تمام، وبوصل بالركيزة وبمد هنا وهنا، لان القطاعات دي بالنسبة لي ايه قطاعات ثانوية. يبقى انا الشكلين خلاص اتحفظوا بالنسبة لي وقدرت ارسمهم بمنتهى السهولة، وديت القيم اللي ناتجة من التشابه. يبقى ديت نص ودي نص خلاص مفيش اي مشكلة تمام. دلوقتي هندسة عاوز اجيب القيم دي، عايز اجيب الواي اي وعايز اجيب الكيو ام في حالة التحميل بالشكل اللي قدامي ده كده، بحمل موزع 2 طن المتر الطولي، وهنا ايه 3 طن كونسنتريتد لود، وهنا 2 طن حمل مركز. يبقى قال لك يا هندسه في الحمل المركز اللي هو بالنسبه لي زي الثلاثه والاثنين، بتعمل ايه؟ بتضرب في الارتفاع المقابل في الرسمه. يعني انا حاليا هبتدي مثلا بالواي اي، يبقى انا حاليا هبتدي بمين؟ بالواي اي. يبقى قصاد الثلاثه طن في قيمه مقدارها كام؟ سالب نص. طب بالنسبه لي الاثنين قصادها قيمه كام؟ مقدارها واحد وربع تمام. طب قال لك خلاص احنا كده عرفنا ايه القيم بتاعت الاحمال المركزه بتضربها في ايه، في الارتفاع. اما بالنسبه للحمل الموزع بتضربه في مساحه الشكل اللي متوزع عليها الحمل. يعني مثلا الحمل ده متوزع على المسافه اللي هي ال 4 متر دي، يبقى فين الشكل اللي المفروض متوزع عليه الحمل اهو، يبقى انت هتجيب مساحته وبعد كده انت تضربها في القيمه اللي هي الاثنين. يبقى هندسه تاني مع بعض، يبقى بالنسبه لي ادا واحد وربع مضروبه في الاثنين خلاص، الارتفاع مضروب في الاثنين ناقص النص مضروبه في مين، في الثلاثه. يبقى ده بالنسبه لاحمال الايه كونسنتريتد. طب بالنسبه للحمل الموزع هتضرب الاثنين مضروب في مساحه الشكل اللي هو عباره عن نص في الارتفاع بتاع اللي هو كان واحد مضروبه في مين، في الاربعه اللي هي المسافه. يبقى نص في واحد في اربعه يطلع لك القيمه ديت بايه، ب 5 طن. انا لو عايز اشيك على نفسي الكلام ده انت خدته خلاص في الترم الاولاني في الانترمنت ستراكشر، لما كنت بتجيب الرياكشن لكاميرا بالشكل اللي قدامي كده، كنت بتقول عشان تجيب الواي اي اللي هو هنا كده كنت بتروح تاخد العزم عند مين، عند الواي بي. انا ممكن اشيك على نفسي واخد العزم عند مين، اسميشن العزوم عند نقطه بي المفروض يساوي صفر خلاص يا هندسه. يبقى ده اول حاجه معايا. طب بالنسبه للشكل الثاني، يبقى انا يا هندسه برضو نفس الكلام، يبقى عندي مقابل الحمل الكونسنتريتد سالب نص، مقابل الحمل اللي هو ديستريبيوتد قيمته بكام؟ بربع خلاص، اللي هو الحمل اسف كونسنتريت التاني اللي هو الاتنين طن قيمته بربع. وبعد كده عندي الشكل اللي قدامي ده، هنلاحظ ان الشكل ده عباره عن مثلثين معكوسين ولذلك مش هيدي لي قيمه خلاص. بس انا طبعا ايه كتبتها زي ما انت شايف كده، ان انا عندي اتنين في المساحه الاولانيه واتنين في المساحه التانيه، والاشاره بتاعت الايه المساحه التانيه بالسالب. يبقى اللي هيديني القيمه هو الجزء ده اللي هو عباره عن ربع في اتنين، هذا الربع في الاثنين، وعندي سالب نص في كام، في الثلاثة، يطلع لي القيمة بتاعتي بسالب واحد. ولو انت عاوز تتأكد الرياكشن ده كان قيمته 8 خلاص، ولو احنا جينا حسبناها من الجزء الثاني يبقى عندي موجب 3 سالب 8 يطلع لي سالب 5، بعد كده عندي هنا موجب 4 يبقى عندي سالب 5 وموجب 4 يطلع لي القيمة ديت، الشير هنا موجود بكام، بسالب ايه، بسالب 1. يبقى ديت اول ابلكيشن معايا اللي هو ايه، حملت الكاميرا وعاوز اشوف القيمه بتاعه البارامتر، اروح ارسم الانفلونس لاين، وبعد كده ايه بشتغل بالقانونين اللي احنا قلنا عليهم دول، الحمل المركز في الارتفاع والحمل الموزع في المساحه. يبقى هندسه ديت كانت اول ابلكيشن معايا. بعد كده الابلكيشن رقم 2 هو موضوع الايه الماكس والميني. لو انا عندي كاميرا بالشكل اللي قدامي ده كده وقال لك يا هندسه هات لي القيمه الماكس للواي اي، وهات لي القيمه الماكس للام ال، وهات لي الايه القيمه الماكس للواي بي خلاص. يبقى الرياكشنين واي اي واي بي، وقال لك كمان الام ال تمام، الام عند القطاع اللي اسمه ال اللي هو بالشكل اللي قدامي ده خلاص. يبقى انا هعمل ايه؟ يبقى انا هروح ارسم الانفلونس لاين لي الاشكال اللي بيقول عليها دي. انا ما عادش عندي مشكله خالص ان الكاميرا ديت عباره عن كاميرا كومباوند بالشكل اللي قدامي ده كده، دي الكاميرا الرئيسيه ودي الكاميرا الايه الثانويه، وقدرنا نقول يا هندسه ان ده شكل الواي اي اهو تمام، وده شكل الواي بي. يبقى الواي بي مش هيمتد خلاص، احنا فهمنا القصه ماشيه ازاي، وده الواي اي امتد بالشكل اللي قدامي. واروح ارسم الام ال. طب الام ال يا هندسه هو عباره عن
لو انا عندي مثلا ده الشكل بتاع الكانتليفر اهو، تمام، يبقى انا عندي هندسه من عند الجزئيه ديت، برسم المثلث بتاعي وبمد فين؟ بمد في القمره الثانويه اللي هي التانيه دي، يبقى انا مديت اهو بالشكل اللي قدامي كده، طلع له قيمه ايه؟ سالبه. يبقى ده الشكل بتاع الرسمه بتاعت الام ال. يبقى بعد كده هندسه كان بيقول لي ايه الاحمال اللي انا هحملها بقى؟ عندي نوعين من الاحمال، انا لو عندي منشا بالشكل اللي قدامي ده كده هندسه، ورحت قلت الاحمال اللي موجود عليه وصنفتها تصنيفين بس، التصنيف الاولاني هو الديد لود او الاحمال الميته او الاحمال اللي هي ثابته ما بتتغيرش اللي ما ينفعش اشيلها. يعني انا مثلا عندي وزن الكاميرا دي نفسها، بوزن الكاميرا ديت لو هي مثلا كان كاميرا مثلا 25 في 70، يبقى عباره عن الجاما في ال بتاعتها في ايه، في الابعاد بتاعه الكروس سيكشن بتاعتها. يبقى انا عندي هندسه الكاميرا او الوزن بتاع الكاميرا او الديد لود ده اللي هو مديهولي هنا قيمته 3 طن المتر الطولي، ده ما ينفعش اغيره او هيفضل ثابت على طول الكاميرا خلاص. اما اللايف لود اللي هو ب 2 طن ده، انا ممكن احطه او ما احطوش، او احطه في الايه، في الحته اللي تعجبني. اللايف لود ده اللي هو بيمثل على نفس المنشأ اللي احنا كنا بنقول عليه من شويه، بيمثل مثلا الاحمال الحيه اللي هي مين، الاشخاص اللي موجوده، الكراسي مثلا انت ينفع تحركها، فانت ممكن تفضي قاعه خالص من الكراسي ومن الاشخاص، ولذلك ايه اللايف لود مش موجود فيها، او ممكن تحط ايه الاشخاص او الايه الكراسي اللي موجوده فيه. يبقى هندسه عندي ال2 طن دومت ايه، بعرف اتحكم فيهم، وهم دومت الملاحظتين اللي مكتوبين خلاص. يبقى انا عندي هندسه اول حاجه خالص بالنسبه للواي ايه، ده الشكل بتاع مين، الواي ايه اهو. انا عندي الديد لود هينتشر على الشكل بالكامل اللي هو قيمته كام، 3 طن المتر رن. يبقى لكن عندي بقى هندسه اللايف لود، اللايف لود لو انا حطيته في الجزء الموجب ده هيديني اقصى قيمه خلاص. يبقى انا اللايف لود لو انا حطيته في الجزء الموجب ده كده هيديني مين، اقصى قيمه. ولو انا شلته خالص وايه وسبت الديد موجود متوزع على بقيه الكاميرا وحطيت اللايف لود هنا، هيديني ايه، اقل قيمه لقيمه الواي ايه. يبقى انا بروح اضربه، وده الكلام اللي موجود هنا، بتضرب او بتحط اللايف لود لما تعوز تجيب القيمه العظمى في مين، في المنطقه الموجبه. يبقى هندسه دي حاله التحميل بتاعي زي ما انا شايف، حاله الماكس، ان انا طبعا كده كده غصب عني هحمل الديد فين، في الشكل كله، تمام، زي ما انا شايف برضو هحمل الديد في الشكل كله. لما عاوز اجيب اقصى قيمه موجبه يبقى انا هحمل اللايف لود فين، في الحته بتاعه الشكل الموجب اهو. يبقى الحته بتاعه الشكل الموجب زي ما انا شايف كده حملت فيها مين، اللايف لود، لما عاوز اجيب مين اقصى قيمه موجبه. لو عايز اقصى قيمه سالبه يبقى انا هشيلها من الجزء اللي هو القديم ده اللي هو ده، واروح احطها فين، واروح احطها عند القيمه السالبه. يبقى ده التحميل بتاع الميني، وده التحميل بتاع مين، بتاع الماكس. طب بالنسبه للحسابات انا ما عنديش الا احمال مركزه زي ما انا فاهم بقى، خلاص الدنيا ماشيه معايا، وهجيب مساحات الاشكال. يبقى ده الشكل بتاعي او شكل الرسمه بتاعتي اهي، تمام، انا رسمها فوقها كده اهي خلاص، وده الايه الشكل بتاع بقيه الرسمه اللي هي اللي عندي هنا كده. يبقى انا هندسه المساحه الاولانيه هي مساحه مستطيل، تمام، اهو عباره عن 1 في 4، وضربت الكلام ده في الارتفاع بتاعي او القيمه بتاعت الحمل في الحته ديت لو كان كام، كان 5. بعد كده هندسه عندي شكل مثلث بالشكل اللي قدامي ده كده، قيمة المثلث ده عبارة عن نص في التلاتة في الواحد خلاص، لأن الارتفاع ده كان 1 خلاص، 1 طن. وبعد كده ضربتها برضو في مين، لحد هنا أنا بتكلم على مثلث، أو آسف بتكلم على حمل اللي هو الكام، 5 طن، اللي هما الاتنين زائد التلاتة. طب بعد كده هندسة عملت إيه، جيت أنا في الشكل الأخير طرحته، يبقى أنا جيت في الشكل الأخير اللي هو الجزئية دي كده أهي، عملت ايه، طرحته، قلت سالب النص في القيمه بتاعتها اللي هي 33% في المسافه بتاعتها اللي هي الواحد متر بالشكل اللي قدامي ده كده، وعملت ايه، وضربتها في مين، في قيمه الديد لود فقط، طلع لي بكام، اللي هي ب 3، يطلع لي القيمه دي بكام، ب 27. يبقى دي المفروض تكون اقصى قيمه للواي اي ممكن اوصل لها عن طريق ايه، حالات التحميل بالديد واللايف خلاص. يبقى القيمه دي ب 27. طب بعد كده يا هندسه عندي نفس القيم دي بالظبط، يعني انا بكتبها مره واحده بس، المساحات بكتبها مره واحده بس اهي، نفس المساحات اللي فوق نفس المساحات الايه اللي تحت، وببدل التلاتة مع مين، مع الخمسه. يبقى التلاتات اهي مكان الخمستين، وديت الخمسه مكان مين، مكان التلاتة، يطلع لك القيمه دي بكام، ب 15.7. طب تعال نشوف الانفلونس لاين بتاع الواي بي، ده شكل الواي بي اهو. زي ما احنا قلنا هندسه انت بتعمل ايه، بتحمل الكاميرا كلها بالديد لود خلاص، حملناها كلها بالديد لود سواء في حاله الماكس او في حاله مين او في حاله الميني خلاص. يبقى انت حملت الكاميرتين كده كلهم بالايه، بالديد لود. تعال بقى نشوف، انا عندي اصلا الشكل بتاعي قيم كلها موجبه، يبقى انا دلوقتي عندي حاله هحط فيها اللايف لود وحاله مش هحط اللايف لود، لان انا لو حطيت في الحالتين اللايف لود ايه اللي هيحصل، القيمتين هيبقوا زي بعض، مفيش دلوقتي لا تمييز ما بين الماكس والميني. يبقى انا عندي هنا هندسه هحط لما عاوز اجيب الماكس هحط ايه، اللايف لود. طب لما مش عايز اجيب القيمه بتاعت الميني مش هحط مين، اللايف
لوجو دي. انا عندي هندسه الدنيا سهل خالص، انا عندي الشكل الجزء ده لا يهمني لان الشكل بتاعي بيساوي صفر. يبقى انا هندسه اعمل ايه؟ هقول عندي مساحه الشكل اللي هي عباره عن 1 و3 في الاربعه في النص اهو، ده مساحه الشكل اهو، مره اضربها في 5 يديني قيمه الماكس، مره اضربها في 3 اللي هو الارتفاع ده فقط بتاع الديد لود هيطلع لي بكام؟ هتطلع لي القيمه الماكس ب 13 و3، القيمه الميني بكام؟ ب 8. يبقى دول القيمتين اللي ناتجين سواء الماكس او الميني عند الواي بي في حاله تحميل الديد واللايف بالارقام اللي احنا قلنا عليه. طب بالنسبه لهندسه حاجه زي الام، الام ده الشكل بتاع الرسمه بتاعتها اهي، عندي القيم بتاعه العزوم طبعا زي ما احنا فاهمين الجزء السالب بيبقى فوق اهو، يبقى انا عندي هندسه الجزء ده زي ما انا شايف كده السالب. يبقى انا لما عاوز اجيب اقصى قيمه موجبه، تمام، اقصى قيمه موجبه الناس تركز، يبقى انا هروح احط الواحد ايه، او اروح احط الحمل بتاعي اللايف لود فين؟ موجود على الجزء الموجب اللي هو اللي تحت ده، تمام كده. كده زي ما احنا قلنا هندسه الديد لود مفروش على كامل القمر خلاص، سواء في حاله الماكس او الميني. يبقى انا اللايف لود رحت حطيته هنا عند الموجب عشان اطلع اقصى قيمه موجبه، ورحت حطيت الواحد او اسف اللايف لود عند الجزء بتاع الشكل المثلث اللي بالشكل اللي قدامي ده كده فين؟ موجود ايه بطوله زي ما احنا شايفين. يبقى هندسه تيجي تحسب الحسابات بتاعتك، عندي كام مساحه؟ ادي عندي مساحه اهي ودي المساحه الثانيه. يبقى المساحه الاولانيه عباره عن نص في الاثنين في الخمسه اللي هي المسافه دي كلها على بعضها، تمام، مساحه مثلث عادي خالص. وعندي مساحه المثلث الثانيه عباره عن نص في واحد في الايه التلتين او 66% زي ما انا شايف، تمام. هضرب الاولانيه في الثلاثه في حاله ان انا بحاول اجيب اقصى عزم ايه موجب، هيطلع لي اقصى عزم موجب والناس تاخد بالي منها كده ان هو القيمه السالبه دي خلاص، يبقى هي القيمة السالبة دي، لأن أصلا كده كده عندي القيمة السالبة هي الغالبة على القطاع ده، تمام. طب بالنسبة لي الحالة التانية أو المينيموم، تمام، يبقى الحالة التانية اللي هي المينيموم موجب، تمام، اللي هي الماكسيموم سالب خلاص. يبقى هي عبارة عن إيه؟ هنغير بس زي ما إحنا قلنا قبل كده، هتغير إيه؟ الرقمين. يبقى أنا بالنسبة لي إيه؟ هغير إيه؟ الرقمين. يبقى كده هندسة قدرت تعرف مين، تعرف القيمة السالبة والموجبة أو أقصى قيمة موجبة وأقصى قيمة سالبة، تمام، للعزم اللي اسمه ML. يبقى احنا دلوقتي عملنا 2 أبليكيشن خلاص، ودي كانت آخر حاجة معايا خالص في الكورس بتاع الانفلونس لاين اوف بيم، وعندي أمثلة تانية كتيرة على موضوع الانفلونس لاين اوف بيم، بس زي ما احنا قلنا كده في موضوع التحميل سواء موجب أو سالب، الماكسيمم بوزيتيف ونيجاتيف، زي ما احنا قلنا كده هندسة ايه، بتفصل الكاميرا، بترسم انفلونس لاين للحاجه اللي هو عاوزها، بعد كده بتحط الديد بالكامل الكاميرا وتتحكم انت في اللايف لود على حسب المنطقه الموجبه او المنطقه الايه السالبه. وبكده يكون خلص معانا الكورس بتاع انفلونس لاين اوف بيم خلاص. اتمنى كده من الناس ان هي يكون الموضوع اتشرح بشكل كويس، وكل الناس ايه فهمت الموضوع ايه بشكل كويس، وشكرا.